إذا كان هنالك تعبير يمكن أن نصف به النفط وأيضا ما حدث عليه من تحركات خلال 2017، يجب أن نسميه بعامل التزام. الالتزام سواء كان من منظمة أوبك أو من خارج أوبك، كانت هنالك ظروف قاهرة، تراجع أسعار النفط، اضطر الجميع إلى أن يلتزم بحصص لتخفيض الإنتاج، وكأن أحد طرفي المعادلة بين العرض والطلب وهو العرض كان بيد هؤلاء المنتجين. اليوم نتحدث عن هذا الشأن مع ضيفنا السيد مصطفى علي، وهو استشاري أول في شركة غولف انتليجنس. أهلا ومرحبا بك معنا. هو عامل تحولات 2017 في العديد من الأصعدة، لكنه في النفط كان عامل التزام. لم يشهد سوق النفط يعني نسبة التزام بهذا القدر كما كان له في 2017، لماذا؟ شكرا أخت رولا. طبعا مثل ما قلتي عامل التزام، واللي شفناه نحن في اخر 12 شهر يعني ما شفناه في اخر 30 40 سنه من تاريخ قطاع النفط والغاز وتاريخ اوبك. والالتزام اللي شفناه طبعا كان حتى يعني تاريخيا حتى ما بين دول اوبك ما حصل. والالتزام اللي شفناه ما بين 24 دوله هذا وصل ارقام يعني ما كان في التاريخ من قبل. ومثل ما نعرف في نوفمبر الالتزام وصل 115%. وليش هذا الالتزام؟ طبعا اللي هو الدور روسيا طبعا من اكبر منتجين النفطيين خارج اوبك، الدور اللي لعبوه في اخر 12 شهر ما صار من قبل. هم يلعبون دور اساسي في 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 هذا الالتزام وفي المشاركه الفعاله في 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 حصص الانتاج، يعني حصص قويه جدا. طبعا طبعا. والشيء الاساسي بموضوع الالتزام ان 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 حتى يعني الدول اللي شفناها مثل العراق والدول الثانيه التزموا، وهم كانوا معروفين بغير الالتزام. والشيء اللي انا برايي الشخصي ان الهبوط اللي صار ما بين من 2014 اللي شفناه اليوم كان هبوط قوي جدا جدا. وهالهبوط اللي ادى انه كان يعني مثل ما يقول زعزع الاقتصادات البتروليه والمعتمده على النفط، وهذا الشيء اللي كان يعني ما كان عندنا الاليات اللي تساعدنا من قبل ان 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 يعني نعدل اقتصادنا. مثل ما تشوف في الدول الثانيه الغير معتمده على النفط عندها اليات مختلفه، اليات ماليه انهم يقدرون يعدلون من وضع الاقتصادي، وين نحن كان عندنا شو يعني اعتماد شبه كامل على 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 سعر النفط وعلى الدخل النفطي. طيب، يعني هذا الالتزام الذي حصل في عام 2017 وكانت روسيا يعني داعمة كبير بالأخص بأنها منتج مستقل، هل هذا الالتزام تتوقعون أن يستمر حتى عام 2018؟ بالتأكيد لديكم دراسات حول هذا الموضوع. صح، نحن سوينا اختبار استبيان، هل متى الليفل حق الالتزام 2018 كم بيكون؟ والاستبيان اللي سويناه في غولف انتليجنس قال 60% من ال 100 شخص اللي سالناه ان الالتزام بيكون اقل من 70% السنه القادمه. والسبب الرئيسي اللي هو مثل ما شفنا الاسبوع الماضي رجوع اسعار النفط الى اول مره من 2015 الى فوق ال 60 دولار، ان الدول شوي يعني بتبدا انها 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 ترفع من حصتها الانتاجيه. فهاي السؤال الكبير ل 2018 ما مدى التزام دول اوبك ودول الخارج حول الاتفاقيه. جميل جدا. دعنا نتابع الطرف اللي كان يعهد له في أوبك مؤخرا بأن يراقب حصص الإنتاج. الكويت كدولة كان لها في 2017 هذا الدور، ومعنا ضيفنا الكويت السيد عصام الطواري وهو المدير الشريك لمكتب نيوبيري للاستشارات الاقتصادية. أهلا ومرحبا بك معنا ضيفنا هنا في الاستوديو سيد مصطفى. يعني شركته قامت بدراسة واستبيان لإيضاح نسبة الالتزام من الدول الأعضاء داخل أوبك وخارج أوبك، وجدنا 2017 كانت نسبة الالتزام قد قاربت 100% تقريبا، وعنده شكوك قبل الهواء يقول إنه ممكن 2018 ما تشهد هذه النسبة من الالتزام لأنه ظروف تغيرت في السوق، ومش من مصلحة كل الشركات كما الدول اللي كان عندها عقود مع هذه الشركات إنها توقف أو تخفض حصص الإنتاج وعلى رأسها روسيا. سيد عصام، باعتقادك فعلا ممكن 2018 ما يحمل نسبة الالتزام اللي شفناه في 2017؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا توقعاتي ل 2018 راح تكون سنه يكون فيها كثير من التحديات، والتحديات هذه ناتجه من واحد حجم العجز الموجود في ميزانيات دول الخليج واللي تحاول انها تعوضه من خلال انتاج النفط، وكذلك بنفس الوقت الوضع العام الجيوسياسي في المنطقة يحتم على الدول المنطقة أنها أن يكون في هناك ارتباط أو تنسيق أكبر من ناحية إنتاج النفط وأسعار النفط في السوق. لما نتكلم عن مثلا وضعنا في الكويت، احنا هني توقعات العجز في الميزانية السنة الحالية هو تقريبا 8 مليار دينار كويتي في تقريبا 24 مليار دولار. خلال أول 6 أشهر من هذا السنة العجز كان عبارة عن حوالي مليارين اللي هو 6 مليار دولار. فلذلك وهذا كله ناتج لأنه أسعار النفط تحسنت خلال السنة هذه، فانكمشت فجوة العجز في الميزانية، وعليه هذا طبعا ينعكس على إنتاج النفط نفسه لتعويض العجز في الميزانية. وعليه طبعا في 2018 أعتقد راح نشوف المفروض أن يكون في تنسيق أكبر بين دول الخليج في موضوع الإنتاج، حتى يكون هناك في استقرار أكبر في أسعار البترول، حتى يقدرون أنهم تمانج أو يديرون عملية العجز في ميزانياتهم. طيب، يعني بناء على التوقعات التي نسمعها من بيوت الخبرة، وبالأخص أنه يعني كما ذكر سيد مصطفى لدينا بأنه قد تكون نسبة الالتزام 60% خلال العام المقبل، هذا لربما يضع الكثير من الدول باستراتيجية أخرى من تغيير حصص الانتاج، لربما روسيا تخرج من هذا الاتفاق، لربما تزيد منصات الحفر الصخري في الولايات المتحدة من انتاجها، فبالتالي لربما تتغير أيضا توقعات متوسطات الأسعار خلال العام المقبل، فما الذي تتوقعونه؟ شوفي، اليوم احنا مرونة اسعار البترول مختلفة اليوم عما كانت عليه في السابق، اليوم فلذلك إمكانية ان يكون في هناك بريتش لاي اتفاق تكون اكبر. وعليه انا اعتقد انا اوافق زميلي في توقعات انه نسبة الالتزام راح تكون تقريبا في بحر 60%، لانه الواحد اليوم البترول عباره عن سلعه وليست شيء استراتيجي، هذا خصوصا وفي وجود البدائل الطاقه سواء واللي قاعده تشكل مع انخفاض تكلفه انتاجها سواء الطاقة الشمسية من الهواء أو غيرها، واللي انخفضت تكلفتها بشكل كبير وتكون منافسة كبيرة. يعني على سبيل المثال احنا عندنا هنا في الكويت تكلفة انتاج الكيلووات بالنسبة حق الحكومة تقريبا توصل إلى 8 فلوس. اليوم بالنسبة ممكن انتاج طاقة شمسية بسعر مقارب لهذا. نعم. وطبعا من خلال الطاقة المستدامة، وعليه الطاقة البديلة قاعدة تشكل ضغط كبير على أسعار البترول. نعم. في الفترة القادمة. نعم، ويبدو كان في ضغط آخر أيضا، دعني أتوجه به إلى ضيفنا سيد مصطفى. يعني إذا كانت الطاقة البديلة كانت ضاغط ومهددة من جهة، لا ننسى أنه الإنتاج من النفط الصخري تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى أعلى معدلات له، كانت قياسية، هي الأعلى على الإطلاق، ناهيك على أنه كان يعني في نوع من الاكتفاء في الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تستورد منها، يعني اكتفت بحصصها من كندا ومن غيرها من الدول وخففت من الشرق الأوسط عشان ما يكون في تهديد السبعينيات يعود لها من جديد. الموضوع اليوم إذا نتحدث عن معروض أو سبلاي، عالجنا مع تخفيض حصص الإنتاج، وبقى علينا موضوع الطلب، النمو هو اللي بيدعم الطلب. صح. الصين هل هي فعلا الوحيدة اللي ممكن تغير مؤشرات الطلب على سوق السلع باعتقادك؟ نحن موضوع سوق السلع أو الطلب في النفط والغاز أو النفط
طبعا اللي هو الهيئة الدولية للطاقة يعني توقعاتها يكون 1.3 مليون برميل سنويا، هذا الجروث اوف او نمو الطلب السنوي، والنمو حاليا يتشكل بشكل كبير من الصين، مع انه ما وصل للارقام اللي كنا متعودين عليها من ناحية النمو، لكن الى 400 ألف برميل سنوي هو نمو السوق الصيني. والسوق الثاني اللي ينمو بشكل كبير حاليا هو الهند، والهند كاقتصاد قوة اقتصادية قادمة في 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 قطاع النفط والغاز. انا صراحة النفط الصخري انه صح كلامك اخترا لانه هو بعد في نمو، لكن دوره او اهميته حيقل خلال السنوات القادمة. ليش؟ لان طبعا في فترة $100 النمو كان شكل كبير، والحاليا النمو قل بسبب رئيسي ان الشركات النفط الصخريه معتمده بالتمويل البنكي، والبنك حاليا طبعا بعد الازمه اللي شفناها او الهبوط الحاد صار الحين يتردد في دعم القطاع النفط الصخري. فانا اشوف 2018 اذا قلت انت هالسنه عامل التزام، اشوف عامل الاستقرار لاسعار النفط والغاز، لان نحتاج هالاستقرار. ليش نحتاج هالاستقرار؟ لان خلال السنتين والثلاث الماضيه قل الاستثمارات اللي هي في الانتاج والاستكشاف، والتوقعات انه يمكن اللي هو السبلاي يقل في عام 2020 2025، لان الاستثمارات اللي ما شفنا مشاريع كبيره في بالعكس اصلا المشاريع القائمه تعطلت او تجمدت او صح. تاجلت، فهذا اكيد سبب هام جدا، يعني سبب انه ممكن يكون 2018 فرصه من جديد. اكيد فنحن مثل ما قلنا نحتاج ان الاسعار تستقر، والدليل ان طبعا الناس كثيرين يتكلمون عن الفتره الذهبيه اللي مثل ما اقول عن النفط في قطاع النفط والغاز، ان $100 يعني كان رقم كبير، لكن الشيء الاساسي كان هو استقرار اسعار النفط والغاز، وهذا شيء مهم لصناع القرار. لربما يكون بالفعل هو فترة استقرار، ولكن أيضا التحول إلى الطاقة النظيفة، وأيضا تخفيض تكاليف الإنتاج من قبل الكثير من الدول سيخلخل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. سننظر ذلك بمقارنتها أيضا كيف تبنى الموازنات الخليجية، ولكن سنأخذ الإجابة منك بعد فاصل قصير مشاهدينا. شريط المعلومات برعاية بنك وربا، نتميز بالحلول. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي. هنا رؤساء تنفيذيون ورجالات عالم الأعمال التقوا، فتحوا الملفات، ناقشوا أخبار الشركات، أفصحوا عن مشاريعها، وكشفوا لنا التفاصيل. جلسة الأعمال على شاشة CNBC عربية. يحاصرك التفكير وتنقصك المعلومة،
متردد وترغب في أخذ المشورة؟ اطرح سؤالك وضعنا في الصورة. لا تكن محتار، فما ندم من استشار. سؤالكم معي أنا رولا الطراونة على موقع CNBC عربية فيسبوك. انضم الآن إلى رواد المال والأعمال بإعلانك على شاشة CNBC عربية. فقط قم بالتواصل عبر البريد الإلكتروني sales@cnbcarabia.com. مشاهدينا من جديد، كيف أثرت طبعا التحركات على أسعار النفط في 2017 على إنتاجية، على إنفاق الدول المنتجة الريعية؟ يعني نحن في لدينا اقتصادات خليجية تعتمد بأكثر من 90% على دخلها من النفط. هنالك من شهد تحولات مثل السعودية، مثل الإمارات، أطلقت خطط للتحول. أيضا كان لدولة قطر اتجاه أيضا للتنويع الاقتصادي، ولكن مدى كان أبعد ومدروس بشكل أكبر. أعود من جديد إلى ضيفنا سيد عصام الطواري. سيد عصام، الكويت اجتهدت في أن تضع خطط لتنويع الاقتصاد، لكنها كانت واقعية. الكويت يمكن أكثر وحدة في المجموعة، بسبب أنه يعرف أن دول اعتمدت لسنوات طويلة على النفط، مو سهل أبدا أنها تنتقل في اقتصاداتها وتتنوع، لذلك كانت خطتها أطول على مدى زمني. لكن ما حدا بينكر أنه هذه الدول الخليجية مرت في ميزانيات بسبب تراجع أسعار النفط بعجز، واحتاجت أنها تستمر في إنفاقها على مشاريع التحتية وغيرها. لجأت إلى طرق، أخذت من فوائض كانت قد تمتعت بها بسنوات الخير سابقا، وإن شاء الله الخير دائما عطول، وأيضا اقترضت من السوق المحلي والخارجي. كيف تصرفت الكويت في أدوات الدين حتى تتلافى أزمة تراجع أسعار النفط؟ طبعا خلال الفترة الماضية، من خلال انخفاض أسعار البترول من أسعار $100 وما فوق إلى وصلت إلى تقريبا حوالي $26 في فترة من الفترات، طبعا كان في هناك ضغط على الميزانية، خفض للنفقات، وبعدين كان في هناك مشاريع تم اعتمادها والمضي فيها، فكانت الكويت يعني حريصة على أن لا يتم يكون في هناك أي تأخير في هذه المشاريع، ويستمر الانفاق عليها، خصوصا المشاريع الكبرى بالنسبة حق مثل الخطوط السريعة من الشمال إلى الجنوب، بجسر الشيخ جابر، مستشفى الشيخ جابر، ومشاريع أخرى، البنى التحتية كانت مهمة جدا. وعليه اتخذت هي أسلوب سحب جزئي من الاحتياطات الخارجية، خفض مصاريف، اقتراض الخارجي، وذلك خلال السنة اللي فاتت هذه كان في هناك 8 مليار اقتراض من أسواق الدولية من خلال إصدار سندات، وكان ناجح بشكل كبير، تغطى تقريبا 3 مرات. اليوم احنا نشوف مع تحسن جزئي لأسعار البترول، الدولة ما زالت تأخذ بسياسات توسعية للاقتصاد، وذلك لأن اليوم قاعد نشوف في نوع من التباطؤ الاقتصادي، ولذلك صرف الانفاق الحكومي في هذا الاتجاه على المشاريع البنى التحتية والاقتراض خلال الفترة القادمة. من خلال الاقتراض هذا واجهت الكويت كذلك موضوع قانون الدين العام، واللي يحط سقف تقريبا 10 مليار دينار كويتي، تقريبا $30 مليار أمريكي، كسقف للمديونية الدولة سواء داخلية أو خارجية، وكذلك المدى الاقتراض لا يزيد عن 10 سنوات. واليوم في مسودة اقتراح تعديل هذا القانون مقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك برفع السقف إلى 20 مليار دينار أو $60 مليار أمريكي، ورفع سقف المدة إلى 30 سنة. هذا راح يعطي مرونة أكبر للكويت في
استخدام أدوات الدين العام سواء داخلية أو خارجية، سواء من خلال إصدارات صكوك أو سندات خلال الفترة القادمة لحل موضوع العجز. طبعا أسعار البترول في تحسن هذا قاعد يساعد في خفض الجاب هذه، وأتوقع خلال السنة القادمة يمكن تحتاج الدولة أنها تقترض يمكن من 8 إلى 10 مليار دولار أمريكي لخفض العجز في الميزانية. يعني هذه التوقعات من 8 إلى 10 مليار، هل تتضمن يعني التوقعات المستقبلية يعني معظم موازنات الدول الخليجية بنيت تقريبا على 45 دولار للبرميل الواحد، ولكن أيضا هناك بيوت الخبرة تتوقع بأنه لربما يكون هناك بعض التراجعات في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، هل ستبقى الكويت على نفس سياستها بالنسبة لأدوات الدين؟ سيدتي الفاضلة، الكويت تتمتع بتكلفة نسبية منخفضة جدا لإنتاج البترول، تقريبا من 9 إلى 12 دولار للبرميل الواحد. الموازنة معمولة على أساس 49 دولار، أوكي. المكس ما بين الديون والسحب من احتياطات الخارجية تقريبا الإصدارات تقريبا حوالي 43% إصدارات محلية و 47% خارجية، السحب من الاحتياطات الخارجية تقريبا 22% وإقراض تقريبا 8%. هذه التوليفة تعطيها المرونة بحيث أنها تزيد من هني شوي أو تخفض من هني شوي بحيث أنها يتم سد هذا العجز. يعني بالمناسبة نسبة الدين في إلى 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 الناتج القومي في الكويت تقريبا حوالي 3%، فعندها مجال كبير إن هي ممكنها تتاب ذا إنترناشونال ماركت والاقتراض منه. نعم، أرجو أن تبقى معنا ضيفنا الكريم، كذلك ضيفنا في الاستوديو، وننتقل أيضا لمشاركة ومداخلة من السعودية وضيفنا من الرياض الدكتور خالد العقيل، وهو عضو مجلس الشورى السعودي ووكيل وزارة البترول والثروة السابق. أهلا ومرحبا بك معنا. دور السعودية لا شك فيه كان دور يعني مثل العراب في منظمة أوبك، يعني أخذت على عاتقها السعودية حصة 40% من تخفيض الإنتاج من مجمل الكمية وملتزمة. يمكن إذا شكوك أن روسيا ما يكون عندها التزام أو ممكن في مراجعة يونيو القادم تنسحب من الاتفاقية أو تخفف السعودية، يمكن إحنا متأكدين أنها حتلتزم لنهاية العام. لمتى أو كيف تقيم في 2017 مقدرة السعودية أن تكيف أوضاعها مع تخفيض حصة الإنتاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التغيرات في سوق البترول منها طبعا كانت اللي هي اقتصادية، ولكن أيضا كانت هنالك يعني نوع من التفاهم بين الدول المصدرة للبترول وعلى رأسها يعني المملكة العربية السعودية وروسيا لتلاقي مصالحهما بأنه الأسعار تكون معتدلة وتنظر إلى الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي. ومن هذا المنطلق يعني نشهد الأسعار الآن في حالة يعني اعتدال، والآن كثير من التفاؤل وسمعت والاستثمارات في قطاع الطاقة سوف يصب لمصلحة الاقتصاد العالمي، لأنه كما تعلمون الأسعار المنخفضة جدا تؤدي إلى اختناقات مستقبلية ليس فقط للدول المصدرة إنما للاقتصاد العالمي. نحن نرى الآن أن الاقتصاد العالمي اللي هو تقريبا ينمو ب 3.7% هو ناتج لهذه السياسة المعتدلة في تسعير الطاقة، واللي كان حاصل في 2016
وتقريبا في منتصف 2017 الحقيقة أدى إلى انكماش كثير من الاستثمارات، وسوف كان سوف يؤدي إلى مرة ثانية إلى انفجار في الأسعار مرة أخرى. نعم. لأنه أختي الكريمة في الطلب العالمي كل سنة يزيد بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل سنويا، وهذه الحقيقة تغيب عن كثيرين أن البترول الطلب عليه يتزايد سنة بعد سنة رغم كثير من التشكيك حول مستقبله. طيب دعني أسألك دكتور خالد عن الإجراءات التي لربما تتخذها المملكة العربية السعودية في حال لم تتحسن أسعار النفط وفي حال تراجعت عن مصريات $60 للبرميل الواحد، بالأخص أن السعودية زادت من أنفاقها في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 39% وأعلنت عن ميزانية العام المقبل ميزانية تريليونية. كيف ستتجه إلى توفير الأموال؟ هل سيأتي ذلك عن طريق الضرائب، عن طريق أدوات الدين، السندات الخارجية، أم ما هي الإجراءات التي لربما ستكون متبعة خلال العام المقبل؟ كما تعلمون الاقتصاد السعودي هو من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط، هو الاقتصاد الأول وفي المرتبة 19 عالميا، وبالتالي هو اقتصاد حقيقة لديه كثير من الأدوات للتنوع، وهو يعمل ضمن خطة 2030 في هذا المسلك، وبالتالي الميزانية 2017 عكست أمور هامة جدا، أهمها أنه الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 37% من الإيرادات الإجمالية، وبالتالي البترول صار يمثل 63% فقط. ونحن قبل كم سنة كنا نتكلم أن البترول يمثل 90% وما فوق من إيرادات ميزانية الدولة. هذا تطور يعكس التنوع في الاقتصاد. نعم. وفي ان الدوله استطاعت تؤدي دورا كبيرا، وبالتالي ما سوف يحصل في 2018 وما بعدها هو يتجه الى تنويع هذه القاعده. جميل. واعتقد ان المملكه عندها ادوات كثيره لتنويع هذه القاعده، واعتقد هناك في اراده على عده قطاعات تعمل عليها المملكه العربيه السعوديه في تطويرها وللوصول إلى فعلا اقتصاد سعودي ليس فقط ليكون في المرتبة 19 بل ليصل إلى المرتبة 15 بما في نهاية 2030. طيب اسمح لي أن أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد مصطفى. تحدث ضيفنا عن موضوع هام جدا، الاتجاه والاعتماد على التنويع والقطاعات الأخرى، ومهما نوعنا الأفضل أنه نستفيد من ما توهب لنا الأرض. صح. كنا إحنا بننتج البترول بننقب عنه وبنصدره خام وبنرجع، تخيل إحنا بنرجع بنستورده مكرر جاهز لأنه تكلفة التكرير والمصافي كانت عالية. عم نسمع في نهاية 2017 عن مشاريع ومجمعات بتروكيماوية ضخمة بين كبرى الشركات. هل هذا أنه 2017 لم ينتهي قبل أن فعلا يدخل هذا القطاع النفطي في ربما قنوات جديدة للتفكير فيها؟ اختار له القطاع البتروكيميكال البتروكيماويات، مثل ما شفت أن الشركات الوطنية النفطية الخليجية بدأت تسأل نفسها كيف نقدر القيمة المضافة لمنتجنا اللي قلت اللي الله أعطانا إياه هو النفط، كيف نقدر أن يكون عندنا حصة أكبر من الأسواق اللي هي طبعا اللي هي مثل البتروكيماويات. في الشهر الماضي معالي الوزير خالد الفالح أعطانا إحصائية أن الإجمالي الإيرادات اللي في قطاع البتروكيميكال هو 4 تريليون،
وحصة سوقية للشركات اللي في الشرق الأوسط في البتروكيماويات كانت فقط 2%. وهذا يوم نقارن حجم الفرصة وحجم وكيف يعني إن ما استفدنا منها بشكل كبير، يسأل السؤال كيف نقدر يعني إن يعني ننوع من مصادرنا، مصادر الدخل التابعة للنفط. ومثل ما تعرفون السوق الأمريكي وأمريكا وأوروبا حتى في آسيا هم اللي يعني بشكل كبير مسيطرين على قطاع البتروكيميكال، والاستراتيجيات اللي عملتها الشركات النفطية إنها تبي تلعب دور أكبر. وهذا الشيء منطقي بحكم مثل ما قلت من كفي ستوك اللي عندنا إياه كشركات بترولية، لكن حتى من ناحية المعرفة نحن مثل خبرتنا كخليجيين هو قطاع النفط والغاز، وقطاع البتروكيميكال مثل ما أقول لك هو الجهة الطبيعية اللي لازم نتوجه لها، وهاي الفرصة الكبيرة اللي نشوفها في هذا المجال. أرجو أن تبقى معنا سيد مصطفى وكذلك سيد عصام والدكتور خالد، سنكون على جولة حول فاصل قصير ثم نعود إلى مزيد من التفاصيل. شريط المعلومات برعاية شركة الاستثمارات الوطنية. الجزيرة العربية تتحرك من عند البحر الأحمر بتنفصل عن أفريقيا. هل جزيرة العرب أرض زلازل وبراكين؟ يوميا الأرض بتنهز. اللي حصل في جدة دكتور إيش تفسره؟ مركز يعمل 24 ساعة 365 يوم في العام. بموضوعية على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. فائز واحد وبعدها يأتي الآخرون. CNBC عربية لأعمالك محطة واحدة. في الأوقات المحفوفة بالغموض أنت بحاجة إلى قناة تلفزيونية موثوقة تغطي الأخبار الاقتصادية بدقة وموضوعية ودون تحيز. CNBC عربية، تحليلات معمقة للأحداث الاقتصادية ولحركة الأسهم العربية والعالمية، جرأة في طرح الآراء المتباينة. CNBC عربية، مصداقيتنا أهل لثقتك. عالم من الحركة وعالم يصارع للبقاء، يطفون العالم بعدة طرق، اكتشافات وحقائق وأسرار في رحلة واحدة، وثائقيات في الأوقات التالية على CNBC عربية. مشاهدينا من جديد، ونعود إلى ضيوفنا الكرام، وهذه المرة نعود إلى ضيفنا من الكويت السيد عصام أطواري. أهلا بك معنا سيد عصام من جديد. دعني أتحدث عن الفترة المقبلة. لربما الكويت اتجهت وتتجه خلال الأعوام المقبلة إلى السندات، إلى بعض الأدوات الدينية للاستدانة وتوفير بعض النفقات وسد العجز، ولكن هل من الممكن أن تتجه أيضا إلى خطوات أخرى، فرض ضرائب، استثمار في قطاعات معينة لتوفير تلك النفقات؟ طبعا مؤكد في الفترة القادمة، ولأن نعيش في فترة تحولات، فهناك طبعا معالجات جديدة لأوضاع الاقتصادية اللي احنا نمر فيها. واحد، اليوم قاعد نشوف أن الكويت قاعدة من خلال استدانة من الأسواق الخارجية كذلك تحاول أنها تخفض النفقات في الداخل. كان في هناك حديث جدي بخصوص فرض ضريبة قيمة مضافة
في الكويت، ولكن تم تأجيل تطبيق الضريبة هذه إلى العام المقبل، وذلك لإعطاء فترة أكبر للتجهيز لها من خلال وزارة المالية ومن خلال كذلك أصحاب الأعمال حتى ممكن تطبيق هذه القيمة. وكذلك السبب الآخر اللي أنا أراه بشكل شخصي هو هناك قد يكون في هناك الحاجة إلى تهيئة الرأي العام لتقبل مثل هذه الضريبة. عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت خلال العام المقبل في مقابل تطبيقها أو بدء في تطبيقها في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية قد يخلق هناك فرصة لقطاع الأعمال في الكويت الاستفادة بحيث أن يكون خصوصا في المنتجات اللي تكون رفاهية أنه يكون في إقبال أكبر عليها، يكون في هناك فرق في السعر لأنه ما في ضريبة خلال العام المقبل. نعم. طبعا هذا بعض التوقعات. في مقابل كذلك احنا نشوف الكويت قاعدة تحاول أنها تستثمر في قطاع في القطاعات النفطية من خلال مصفاة الرابعة في الكويت واللي تقريبا صار يمكن 40% الإنجاز فيها، هذا حتى يكون في هناك الانتقال إلى قيمة مضافة أعلى بدل بيع النفط بشكل الخام، والاستثمار كذلك في مصافي خارج الكويت سواء في فيتنام أو غيرها، كذلك هذا حتى يكونون أقرب للأسواق الرئيسية بالنسبة حق الكويت خلال الفترة القادمة. فهذه تنويع مصادر الدخل لها علاقة في الهيدروكاربون سيكتر، خفض المصاريف، اقتراض الخارجي، هالتوليفة هذه هي طبعا ما نحن مقبلين عليه خلال العام المقبل. ونحن من هنا نشكرك سيد عصام الطواري، أنت المدير الشريك لمكتب نيوبري للاستشارات الاقتصادية، شكرا لك جزيل الشكر على هذه المشاركة. ونتابع مشاهدينا إلى الرياض مع ضيفي الدكتور خالد العقيل. دكتور خالد، يعني احنا تحدثنا عن يعني دور السعودية سواء كان في حصص الالتزام في مستقبل 2018 وغيره، ولكن نتحدث اليوم وكنت قد سألت أنا ضيف في استوديو البرنامج على موضوع توظيف هذه السلعة، سلعة النفط، في مشاريع كبيرة جدا. يعني عم نسمع عن مجمعات بتروكيماوية ضخمة، عن شركات كبيرة جدا أرامكو تدخل كطرف مشارك فيها. هل تعتقد أن المستقبل اليوم هو لتوظيف النفط داخليا ومحليا والاستفادة منه، ولا ربما حتى على المدى البعيد سنسمع عن الاكتفاء الذاتي؟ في الواقع انه السياسه من سنه 1975 ميلادي يعني بانشاء سابك، وكثير من الصناعات اللي هي طبعا مكمله للصناعات البتروكيماويات، وكان طبعا ايضا القطاع الخاص له دور كبير. طبعا قطاع البتروكيماويات يعني من شري يعني تقريبا سابقا حسب علمي ان هي في المرتبه العاشره عالميا، فهذا طبعا اتى بتخطيط لمده 30 عاما الماضيه، انما كانت اكثر هذه الاستثمارات في يعني المتوسطه اللي هي المواد المتوسطه، والمطلوب طبعا الان الى اللي هي الصناعات النهائيه. وما يقصد به كل المواد اللي تنتجها سابق انها تترجم الى قيمه مضافه، واعتقد هذه تاتي بالتزامن مع يعني تنميه قطاع التعدين. فكما تعلمون المملكه العربيه السعوديه لها خيارات اقتصاديه واسعه، ومن ضمنها هو كيف الخلط ما بين البتروكيماويات وصناعه التعدين من اسمده والمنيوم، وهذه المنظومة الاقتصادية الصناعية التي هي فعلا ستخلق قاعدة صناعية يعني يشار إليها بالبنان. فأعتقد أنه هذه أحد الأسس في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
ويشارك فيها طبعا بشكل أساسي القطاع الخاص. فبالتالي يعني أنا كما سبق ذكرت هنالك عدة خيارات في لتنويع القاعدة الاقتصادية السعودية، كانت هي في البترول أو المعادن أو قطاعات يعني قطاعات التقنية، كما سمعنا أخيرا موضوع نيوم وكثير من المدن الصناعية. هذه منظومة متكاملة لها عدة جوانب لتنمية الاقتصاد الوطني، طبعا هي حتى توصل إلى 2030. وبالتالي البتروكيماويات إحدى العناصر، وكما تعلمون أن البتروكيماويات هي الأساس لمعظم صناعات العالمية. المهم أن تترجم في يعني زي صناعات سيارات وإطارات، وطبعا لا يوجد تقريبا صناعة إلا ما هي معتمدة على البتروكيميكلز. نعم. ونحن خياراتنا واسعة في هذا المجال. طيب الآن بالفعل يعني المملكة تتحول اقتصاديا ومجتمعيا بتحولات كبيرة جدا، تسعى لطبعا أن تعتمد على موارد أخرى اقتصاديا، ولكن ذلك إن جرى العمل على النطاق الزمني. متى من الممكن أن تقول المملكة العربية السعودية انتهى عصر النفط أو انتهى الاعتماد على النفط كمورد أساسي للمملكة؟ يعني أنا أشكرك أن قلت مورد أساسي، لأنه كل دولة في العالم ما فيها الولايات المتحدة وروسيا تتمنى أن يكون عندها الخيرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي اللي هو النفط. النفط نعمة إذا أحسننا استغلالها لتطوير بلدانا. النفط هو المحرك لكل شيء. فبالتالي المهم أنه يترجم هذه النعمة إلى تنمية اقتصادية حقيقية تبني الاقتصاد وتبني الإنسان السعودي وتبني الإنسان العربي، بأنه يكون إنسان متقدم في مشاريع فعلا حضارية ويساهم في هذه الحضارة الإنسانية. نعم. ونحن نشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الرياض الدكتور خالد العقيل، وأنت عضو مجلس الشورى السعودي ووكيل وزارة البترول والثروة السابق، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدين يتبقى معنا ضيفنا في استوديو البرنامج السيد مصطفى، نعود له والمزيد في نهاية هذا الحوار بعد الفاصل. معلومات الأسواق الإماراتية تأتيكم برعاية الخليج للاستثمار الإسلامي، شريكك في النمو. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي. تحدثنا كثيرا عن 2017 النفط كيف كان دوره في هذا العام، ولكن مرت لدينا بعض من شهور العام شعرنا فيها باليأس وكانت طويلة الحقيقة. يعني قلنا النفط يعني يمسك $50 ويتراجع عنها وكأنه هذا المستوى الفني النفسي تأزم معنا لفترة طويلة من الوقت، وبعديها انفرجت وإن شاء الله دائما حتى نهاية العام الحالي. من جديد مع ضيفنا السيد مصطفى، يعني هذه الفترة اللي طولنا فيها ترى تحت $50 ما خلتنا نيأس شوي من محاولات تخفيض حصص الإنتاج ونتردد أو نشكك في أنه يمكن مش هذا هو الحل؟ صحيح. الصراحة أنا أشوف الفترة الصيف كانت الفترة اللي الكل واحد يسأل نفسه السؤال، هل سعر البترول بعد الاتفاقية، بعد الشيء اللي شفناه ما شفناه تاريخيا قبل، ورغم ذلك ان السعر البترول ما زال في يعني ضئيل. توقف فترة الصيف كانت الفترة الواحد كان يسأل نفسه هل هو الاتفاقية كان الشيء الصحيح،
هل نحن كسياسة خذينا القرار السليم أو السياسة السليمة في مجال النفط والغاز؟ فهاي اللي أشوف الصيف كانت الفترة أقول اللي الواحد ثورة يعني الشك كانت ثورة الشك صح فدورة الشك هاي فلكن الحمد لله مثل ما قلت مع نحن يعني الأسبوع الماضي أو الأسبوع شفنا سعر البترول وصل لـ60 فالناس مبتسمين قبل نهاية السنة فهذا شيء طيب عيدية يعني طب متوسط سعر النفط في 2017 كم كان أعتقد في دراساتك؟ المتوسط كان تقريبا $53 وهذا الشيء طبعا نشوفه يعني شيء إيجابي والتوقعات اللي نحن نشوفها 2018 ان بعد ما سوينا استبيان بخصوص اللي هو متوسط السعر النفط في 2018 بيكون تقريبا حوالي في الستينات يعني وهذا الشيء اللي اتوقع الاغلبيه يعني يرضون فيه ويتمنون طبعا في نفس الوقت فنحن يعني نشوف ان الستينات هو الرقم اللي بيكون ان شاء الله متوسط اسعار النفط لكن في 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 اشياء مهمه في 2018 لازم نعمل حسابها طبعا قلنا موضوع الالتزام والشيء الثاني المهم اللي هو استراتيجيه الخروج من الاتفاق هاي شيء طبعا لم يناقش بعد ما بين دول اوبك وخارج اوبك لكن هاي من الاشياء اللي نشوفها مهمه 2018 استراتيجيه الخروج ماذا عن العام المقبل يعني بما أننا نتحدث عن عام 2018 ما هي لربما المفاجآت التي من الممكن أن نتربصها أو التحديات التي لربما تشهدها أسعار النفط؟ والله في طبعا الهاجس او الشيء اللي نشوفه نحن كشرق اوسط طبعا اللي هو الجيوبوليتكس واللي هو الجيوسياسي طبعا هذا الشيء اللي ما حد يقدر يتنبأ فيها هذا الشيء طبعا يقدر ياثر في 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 اسعار النفط طبعا الشيء الثاني اللي هو الآلية الخروج من اتفاقية اوبك طبعا ومدى التزام اللي هي مثل ما شفنا اللاعبين الرئيسيين مع روسيا والسعودية طبعا وهذا الاشياء اللي نشوف الاساسيات اللي تاثر في اسعار النفط لكن ك ك ك كاقتصاد عالمي يعني نشوف النمو السكاني اللي هي طبعا مثل يمكن سابق كنا معتمدين على اوروبا وامريكا لكن الحين نشوف النمو كبير من اسيا والدول اللي هاي اللي يعني اقتصادها ينمو بشكل كبير مثلا باكستان الناس ما حد يتكلم عن باكستان لكن باكستان من 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 اكبر الدول اللي هي تنمو حاليا من ناحيه الارقام ففي دائما في طلب والشيء الثالث الاخير اللي بضيفه اللي هو الاستثمارات هل 2018 هل بنشوف رجوع الاستثمارات اللي هي البتروليه اللي بالتحديد في الانتاج والاستكشاف وهذا الشيء اللي نحن بنراقبه بشكل كبير ان مدى استثمارات البتروليه مع ان طبعا مثل ما شفنا مع الاخ دكتور خالد ارامكو 300 مليار ادنوك 100 مليار فهذا الشيء بنتابعه بشكل 2018 احنا سعدنا فيك في 2017 نشوفك العام الجاي ان شاء الله بعد سنه يعني ان شاء الله كل عام وانتم بخير واتمنى لكم سنه جديده واطلاله جديده ان شاء الله والله يوفقكم دائما ان شاء شكرا الله شكرا جزيلا لك سيد مصطفى علي وانت استشاري اول في شركه جولف انتليجنس شكرا جزيلا لك إذن كانت هذه الساعة التي خصصناها مشاهدينا لمتابعة أداء أسعار النفط وكذلك ما حدث على النفط في العام 2017 النفط لا ينضب وسيستمر الحديث عنه في 2018 كل عام وأنتم بخير